a servant. Often used as a derogatory term, but what does it mean when we are the servants of the Ahlulbayt, peace be upon them? Join me as I explore in search of the servants of Imam Al-Husayn alayhi salam through the towns and cities of Europe, searching for an answer to my question as to why we serve the Ahlul Bayt. So tonight, inshallah, we'll be visiting. Tonight is the ninth night. We'll be visiting, inshallah, the poet Thamar Sarraj Kadhimi, who is head of Mokib Shi'at Ali in Essen, Germany. They're Mokib. We've been there before. We visited them in Fatimiyah a couple of years back. They only do majalis in Muharram and in Fatimiyah. So we're going to go to him now, inshallah, speak with him. But we're not too far. We're about to arrive. They're expecting us. We're going to go speak to him, inshallah, about why he serves and why he chooses these times specifically to arrange majalis. Inshallah, we can have a productive meeting with him. And hopefully, you know, reach some sort of conclusion in his opinion, of course, of why he serves Imam Hussein and why he upholds the banner of Imam Hussein. And we are pulling up now, so let me just park up this building here. فرنسا بعدين على سويسرا زيورخ وصعدنا لكم شمال زيورخ بعدين ميونخ بعدين نورنبرغ وجينا لكم اهلا وسهلا شرفتونا الله يحفظكم زياره سعيده حقيقه ما تتثمن ونتمنى انه يكون لقاء مثمر ومفيد ان شاء الله ان شاء الله بعد اوروبا وعموم المشاهدين ان شاء الله نقدر نوصل فكره خدمه الحسين للعالم يا رب بس. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سادة الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين موكب شيعة علي في مدينة إسن الألمانية تأسس قبيل سقوط النظام الصدامي البائد في العراق وبالتحديد تأسس في الشهر الواحد من سنة 2003 اللي كان يصادف سنة 1424 للهجرة سبب اختيارنا لمدينة إسن لتأسيس هذا الموكب أنا الحقيقة قبل ما أفكر بتأسيس موكب شيعة علي في مدينة إسن الألمانية فكرت بتأسيس حسينية في مدينة كولن وبالفعل يعني أسسنا الحسينية وكان اسمها الحسينية العراقية في مدينة كولن هذا كان سنة 1998 هذه الحسينية ما انكتب لها النجاح وقمنا بمحاولة ثانية بتأسيس الحسينية العراقية في مدينة بون الألمانية وأيضا هذه الحسينية ما انكتب لها النجاح
والسبب هو نفس السبب اللي أدى إلى فشل الحسينية في مدينة كولن. السبب هو عدم الوضوح أو عدم الوضوح بالرؤية، يعني الجمهور ما شافوا الحسينية مثل ما احنا كنا نريد نراويها. لذلك شوية تأخرنا إلى أن انتقلنا إلى مدينة إسن الألمانية، وبعد دراسة أسباب فشل حسينيتين في مدينة كولن وفي مدينة بون، توصلنا إلى نتيجة أنه إذا نريد يكون عملنا واضح لازم نكون واضحين، بمعنى لازم تكون أهدافنا واضحة للجمهور، لازم يكون عنواننا واضح للجمهور. أولا إحنا نكون مقتنعين به، ولما نكون مقتنعين به راح نقدر نقنع الجمهور. سبب الفشل أنه لما كنا نقيم مجالس أهل البيت كانت تجينا اعتراضات من جمهورنا من داخل الحسينية أنه إحنا إذا نلطم يعني أخوتنا السنة شي يقولون على هاي الحالة، أو إذا مثلا إحنا مارسنا الشعيرة الفلانية الألمان إيش راح يقولون علينا. مع العلم بين قوسين كان عندنا ألماني لطمون وألماني واسم سيد الشهداء، والإشكال لا من الأخوة السنة ولا من الألمان، الإشكال من نفس الناس اللي كانوا يزرعون هاي الإشكالات في قلوب الناس. لذلك بعد دراسة أسباب الفشل قررت أن أختار اسم للموكب، اسم واضح وصارخ، وهو موكب شيعة علي في مدينة إسن الألمانية. هذا الاسم عنوان صارخ، الآن أي شعيرة أريد أقيمها أقول هذه الشعيرة مستوحاة من ثقافتنا من عقيدتنا، إحنا شيعة وهذه عقيدتنا وهذه ثقافتنا وهذا موروثنا. دوافع تأسيس الموكب عديدة، وإذا أريد نلخصها نقدر نقول زبدة هذه الدوافع هي إحياء أمر أهل البيت، وإحياء أمر أهل البيت قضية واجبة، قضية تكليف وفرض من رب العالمين ومن أهل البيت علينا. فالقضية أبعد من كون مجموعة تجتمع وتأسس لها موكب أو هيئة أو حسينية وتقيم مجلس. احنا نعتبر كل هاي الفقرات اللي ذكرتها، الهيئة والحسينية والموكب وإقامة المجلس، هاي كلها مقدمات للوصول إلى نتيجة واجبة أوجبت علينا من رب السماء، وهي إحياء أمر أهل البيت. الحقيقة سبب اختيارنا لمدينة إسن لكون هاي المدينة يعني هي في وسط ألمانيا من حيث الشمال والجنوب، وقريبة من نقدر نقول من هولندا، يعني احنا الحدود الهولندية تبعد علينا تقريبا 75 إلى 80 كيلومتر، قريبين جدا على الحدود الهولندية، وكذلك الحدود البلجيكية، وكذلك لوكسمبورغ، وكذلك فرنسا، منطقة قريبة على حدود 4 دول مجاورة لألمانيا، وهي بحد ذاتها تقع في مقاطعة شمال الراين، مقاطعة حساسة جدا، مقاطعة بها زخم وكم هائل من المسلمين. صار اختيارنا لهاي المدينة يعني حاولنا ننشر فكر أهل البيت من خلال الجاليات اللي موجودة في هذه المدينة. الحقيقة ثمار هذا الموكب اللي جنيناها اللي حصدناها عبر 15 سنة من الخدمة الحسينية أقدر أحددها في نقاط. النقطة الأولى قدرنا نوصل صورة إلى الجهات الألمانية على المستوى الحكومي، على المستوى الجهات الأمنية، على المستوى القاعدة الجماهيرية، نوصل صورة عن التشيع، صورة نظيفة، صورة مشرقة، صورة طيبة، صورة إنسانية باختصار. قدرنا نوضح الفرق بين الشيعة ومناوئيهم، بين الشيعة ومخالفين أهل البيت، وخصوصا بالفترة الأخيرة هاي الثمار بدت جلية للجميع، يعني أقصد الألمان بمختلف شرائحهم صاروا يميزون بين الشيعة وبين
اللي يدعون الإسلام وهم ناس متطرفين إرهابيين بمعنى الكلمة، وخصوصا بعد الجرائم اللي ارتكبها داعش في العراق وفي سوريا، والجرائم اللي ارتكبت في أوروبا على مستوى فرنسا وبلجيكا وألمانيا، والحوادث المروعة اللي صارت الحسينيات والمواكب والهيئات الحسينية محط أنظار المنصفين من الألمان أو المنصفين من الأوروبيين، بأنه لازم نركز، يعني طالما الإسلام لابد أن ينتشر، يعني بوجود العوائل المسلمة والعوائل الموالية لأهل البيت الإسلام لازم ينتشر، فهم صاروا يفضلون الإسلام الشيعي على الإسلام الإرهابي بين قوسين. هاي واحدة من الفوائد. الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية من تأسيس هذا الموكب هي الحفاظ على أجيالنا. يعني اليوم اللي ما عايش بأوروبا قد ما يقدر يستوعب الفكرة، أو اللي ما عايش في دولة غربية دولة غير إسلامية ما يقدر يستوعب الفكرة مثل اللي عايش في هاي الدول. اليوم الواحد من عندنا ما يقدر يحافظ على ابنه أو على بنته إلا من خلال هاي الشعار الحسينية، إلا من خلال الموكب والحسينية والهيئة الحسينية، من خلال هذه المجالس اللي تقام في هذه العناوين الأب والأم يقدرون يحافظون على أبنائهم، يقدرون يضمنون جيل سليم، جيل ما تشوبه شائبه. يعني لأنه الشاب راح يلتقي بشبان بعمره، الطفل راح يلتقي بأطفال بعمره، البنت راح تلتقي ببنات بعمرها، وراح تتكون حالة خلينا نقول رقابة، حالة رقابة اجتماعية. يعني الآن الشاب إذا يكون حر طليق ممكن يرتكب، يعني يرتكب أخطاء معينة ما راح يرتكبها لو كان تحت رقابة اجتماعية. قد تكون هاي الرقابة من عوائل يعني في تلك المدينة، قد تكون الرقابة من أصدقائه، يعني من أقرانه بالعمر، يعني على مستوى البنت وعلى مستوى الولد وعلى مستوى الطفل وعلى مستوى الكبير بالعمر أكو رقابة. هاي ثمرة. الثمرة الثالثة اللي أعتبرها أنه الحقيقة هاي شوية يرادلها بعد نظر. يعني اليوم احنا نفكر أنه نحيي مجلس لأهل البيت، هذا المجلس قد يعني بعد أن ينتهي المجلس كل واحد يروح البيت ونقول انتهت. أنا ما أشوف القضية بهذا البعد، أنا أشوف القضية ببعد آخر، وهي أنه هذا الجيل اللي الآن موجود في أوروبا هذا إذا ثقفناه عقائديا، يعني صار عنده قلب موالي لأهل البيت وعنده عقلية أوروبية، العقلية الأوروبية تكون متفتحة عادة، يعني ما منغلقة ومتطورة بعض الشيء. لما يكون عنده قلب موالي لأهل البيت وعقلية متطورة، هذا يقدر يوصل التشيع للآخرين أسرع مما جيلي أنا يوصل التشيع، لأنه أنا راح أتعامل بأدوات تقليدية. وأكو بعد أهم من هذني كلهن، هذا الجيل الآن اللي إحنا نعتبره الجيل الثاني والجيل الثالث اللي موجود في أوروبا جيل راح يكون مثمر. يعني هذا الجيل دخل إلى الجامعات، تخرجوا من هذا الجيل أطباء، مهندسين، محامين، قضاة، سياسيين راح يطلعون من هذا الجيل. بعد مرور سنين مثل ما احنا غمض فتح صار لنا 21 22 سنة في أوروبا، أيضا غمض فتح بعد 20 سنة راح نلقى من شبابنا اللي الآن بالحسينيات وصلوا إلى قبة برلمان ذلك البلد، وبالنتيجة ذولا راح يكونون أصحاب قرار ومؤثرين، وإحنا في بلدان ديمقراطية. الآن الشاب إذا حصل جنسية وصارت عنده دراسة عليا وقدر يتسلق إلى سلم وإلى سنام السلطة اللي هي قوة البرلمان ودخل إلى البرلمان، ذولا راح يغيرون رأي عام. فإذا ننظر هاي القضية بهالشمولية راح نشوف الشعار الحسينية مثمرة جدا، بالإضافة إلى كونها واجب، بالإضافة إلى كونها تكليف من رب السماء،
بنص القرآن وبحديث الإمام الصادق وبحديث الأئمة هي بها فوائد حقيقة، فوائد اجتماعية. الحقيقة احنا من خلال تجربتنا بإحياء أمر أهل البيت في ألمانيا ما عانينا من مشاكل طائفية بمعنى الطائفية، يعني ما عندنا خصم بهذا المعنى، خصم طائفي يعني كان يكون وهابي أو من المذاهب المخالفة لأهل البيت، ما عندنا خصم وقف واعتراض وليش أنتوا كذا أو حارب مثلا أو أنتم لا لا لا، إحنا يمهم ولا هم يمنا، لأنه هم عندهم مراكزهم الخاصة وعندهم مناهجهم الخاصة وعندهم برامجهم الخاصة وعندهم جمهورهم الخاص، وإحنا كذلك مستقلين في أعمالنا. إحنا المعاناة اللي نعانيها حقيقة من أهل جلدتنا، من الناس اللي قد هم محسوبين على التشيع، من الناس اللي يعني عاشوا فترة من الزمن، قد أكو بعضهم عاش 20-30 سنة في أوروبا بس هو لا زال في داخله يحمل دكتاتور شرقي. يعني أنا أفكر بأنه أنا بما أنه معتقد بهذه العقيدة إذن هذه هي العقيدة الحقة وما سواها هو باطل ويجب أن يدحض ويجب أن يحارب ويجب أن يسقط. هاي المشاكل اللي نعاني منها اليوم. إذا كان عندنا نص ديني أو عندنا نص سياسي من أحد السياسيين أو عندنا نص فكري أو عندنا نص خلينا نقول نص أدبي، هاي النصوص كلها قابلة للانتقاد. اليوم أي واحد عنده مهرجان عنده برنامج هذا قابل للانتقاد، يعني أنا بإمكاني أن أنتقد أي واحد بحسب قناعاتي ويجب أن أسمح للآخر أن ينتقدني بحسب قناعاته، ولكن ما توصل إلى مرحلة تسقيط وتشويه سمعة ومحية من الوجود، أمحي نهائيا أمحي من الوجود، لأنه هذا مقتنع بفكرة أنا ما مقتنع بها، هذا صاحب عقيدة أنا ما مؤمن بها، هذا صاحب منهج سياسي أنا على خلافه. أتمنى من الموجودين يعني شوية يتحلون بروح الديمقراطية ويتحلون بروح رياضية، وكل واحد يعتبر نفسه خلي يعتبر نفسه هو صح ولكن قابل للخطأ، مو حق مطلق، يعني ممكن أكون أنا على حق بنسبة معينة ولكن قد أكون على خطأ، يعني هذه إذا اعتقدتها في نفسي والآخر اعتقدها في نفسه أعتقد هذه راح تنهي كثير من المشاكل اللي يعاني منها الوسط الحسيني في أوروبا. الحقيقة المناسبات اللي باعتبارنا موكب، يعني احنا لحد الآن ما عندنا بناية خاصة بنا، ما عندنا حسينية، ما عندنا مسجد أو جامع، موكب، والموكب عادة مو بالضرورة يكون عنده مكان، الموكب مثل الهيئة الحسينية يستأجرون مكان يقيمون مناسبة يطلعون من عندها. المناسبات اللي احنا يعني بدينا بها الموكب على مدار تقريبا 3 سنين كنا نحيي ونقيم مجالس أهل البيت على مدار السنة، يعني كل يوم سبت كان عندنا مجلس في مناسبات مواليد أهل البيت، في مناسبات استشهاد أهل البيت، وفي الأعياد الإسلامية استمرنا بين 2.5 إلى 3 تقريبا، وكانت المناسبات مختصرة في مكان ضيق محدود جدا يعني، وكنا نوثقها إعلاميا وننشرها في وقتها، كان النشر على أقراص، هذا الكلام قبل الفيسبوك واليوتيوب، لأنه بحسب اعتقادي المناسبتين الأهم في التقويم الشيعي هي مناسبة عاشوراء ومناسبة شهادة الزهراء. هذه المناسبتين هي المناسبتين الأهم اللي ألقت بظلالها على حياة المسلمين من بدءا من مصيبة الزهراء وإلى يومنا هذا. الزهراء اللي قدمت نفسها قربان للولاية، قربان لأمير المؤمنين، لولاية أمير المؤمنين، تابعها الحسين بتقديم نفسه قربان ثاني، وهذا القربان الأول وهذا القربان الثاني الهدف من عنده إيصال رسالة إلى الجمهور عبر القرون وعبر العصور
إيصال رسالة أنه أهل البيت انظلموا، ولازم أكو من يطلب بثأرهم، ولازم أكو من يقوم منهجهم اللي حاولوا أن يهدموه. فاختارينا مناسبة شهادة الزهراء ومناسبة عاشوراء باعتبار أنه هذه المناسبات هي المناسبات الأهم بالتقويم الشيعي، وهذه هي المناسبات اللي حقيقة لازم يكون التركيز عليها التركيز بدرجة 500%، لأنه احنا نعتقد يعني لولا عاشوراء لما بقي من الإسلام شيء، وهذا واقع. يعني احنا لما نقرأ بالتاريخ أنه رسول الله في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة بعد أن أتم الحج وتوجه إلى المدينة، وصل إلى غدير خم ونزل عليه الوحي ونزل الآية: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك من الحق وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صارت بيعة الغدير، النبي أتم بيعة الغدير، رجع إلى المدينة، سموه بعد 70 يوم من بيعة الغدير. بعد 70 يوم من بيعة الغدير المسلمين كلهم كأنه نسوا أو تناسوا بيعة الغدير، ولذلك صارت كارثة السقيفة. والآن بدت أكو توجهات لإنكار حقيقة وإنكار فحوى ومضمون وجوهر الغدير، إنكار حقيقي يعني إنكار واضح علني جلي. فإحنا نريد نحافظ على الغدير ونحافظ على عاشوراء حتى لا ينطمس ذكر أهل البيت ومصاب أهل البيت كما انطمست الحقائق خلال 70 يوم بعد بيعة الغدير. لذلك لازم يكون أكو تركيز على عاشوراء، ولازم أكو تركيز على مناسبة شهادة الزهراء كما يجب التركيز على كل شهادات أئمة أهل البيت، ولكن هاي المحطتين نشوفها المحطات الرئيسية في التقويم الشيعي. حقيقة الدافع اللي يدفعنا لإقامة مجالس أهل البيت، وما أحب أختار يعني ما أحب أستخدم مفردة إحياء ذكرى، لأنه إحنا ما جاي نتعامل مع قضية تاريخية. لما نقول إحياء 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 ذكر أهل البيت، قلت أنا أكثر من مرة وأعيدها كذلك، إحنا مكلفين وملزمين بوجوب إحياء أمر أهل البيت. يعني القرآن يخاطب نبينا طبعا، والخطاب بأسلوب إياك يعني واسمع يا جارة، من يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني أكو توصية من رب العالمين إلى رسول الله أن يخاطبنا يقول لنا أنه أني ما أسألكم أجر على رسالتي وعلى جهدي خلال 23 سنة، أني تعبت وياكم، أني تحملت ما لقي نبي كما لقيت من الأذى، رسول الله يقول. فرسول الله ما يطلب من عندنا أجر على رسالته، وصريح النص القرآني واضح: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذا اللي أنا أريده من عندكم، أنه تودون القربة، تودون أهل بيتي. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الآن رسول الله هو الأجير، رسول الله هو صاحب هذه الرسالة اللي نقلتنا من حد البهيمية إلى حد الإنسانية، كما يقول الإمام العسكري سلام الله عليه: لولا آل محمد لكنتم كالبهائم بل أضل. فإحنا انتقلنا من الحالة البهيمية إلى الحالة الإنسانية بفضل الجهود اللي بذلها رسول الله خلال 23 سنة من المعاناة. رسول الله يطلبنا أجر، الأجر اللي يريده رسول الله هو إحياء أمر أهل البيت، المودة في القربة، أن نودهم. وكلمة مودة تعني حب زائد عمل، أنه أنا أحبك وأعمل العمل اللي أنت تريده، هاي المودة. فقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، هنا صار وجوب تكليف، هذا نص قرآني. يجي الإمام الصادق يدعم هذا النص القرآني، يقول أحيوا أمرنا، أحيوا يعني فعل أمر
أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت. فلما نقول أنه يعني الشعار الحسينية هي مفردة من مفردات إحياء الأمر، وهي واجب من الواجبات. يعني أنا أستغرب من أسمع واحد يقول يعني الشعار الحسينية مستحبة، وبعضهم يستشكل بقضية مستحبة، وبعضهم يقول تعال اثبتنا أنه هذه شعائر، يعني هذه من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يقول الشعار الحسينية من شعائر الله؟ إحنا نقرأ القرآن والهدي والقلائد من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الهدي والقلائد، ارجعوا إلى تفسير القرآن، ارجعوا إلى التفاسير الأحاديثية للقرآن. الهدي والقلائد، الهدي هي الناس اللي كانوا يروحون للحج يودون الأضحية. هسه واحد يودي أضحية، يودي مثلا يودي خروف، واحد يودي جمل. كان أكو سلابة قريب مكة، يسلبون يعني يسلبون الناس اللي رايحين إلى مكة، قطاع طرق. فكانوا اللي يريدون يودون أضحية إلى مكة إلى الكعبة، حتى قطاع الطريق لا يأخذوها للأضحية، كانوا يعلقون بها قطعة خشب بخيط، أو يعلقون بها كما هو معتاد وهو متعارف عندهم، يعلقون بها قطعة نعال ممزق يعلقوها في رقبة الأضحية بحبل. قطاع الطريق إذا شاف هاي القطعة، هاي الخشبة أو الحجارة معلقة أو قطعة النعال الممزق، يعني كان يرتدع عن أخذ هاي الأضحية، ما يأخذها، يقول هذه للرب يعني. فالقرآن يقول والهدي والقلائد، القلائد هي هاي، الهدي هي الأضحية، والقلائد هي هاي، يعني قطعة خيط معلقة بنعال مقطع. القرآن يقول والهدي والقلائد من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله من تقوى القلوب. أنا استغرب، يعني واحد مودي خروف للكعبة ومعلق به يعني نعال مقطع بخيط، الله يعتبرها من شعائر الله؟ وإحنا جايين نحي أمر أهل البيت، إحنا جايين نريد نحي أمر محمد وآل محمد بهاي الشعائر، بهاي الشعائر، شعائر يعني العلامات الدالة بهاي الشعائر، بشعيرة البكاء وشعيرة اللطم وشعيرة التطبير وبقية الشعائر اللي موجودة. احنا نقيم هذه الشعائر، هاي شعائر دالة على انه احنا سائرين في طريق احياء امر اهل البيت، ما تكون من ضمن شعائر الله. والهدي والقلائد من شعائر الله، الله يعترف بها، فمفارقة كبيرة حقيقة. لذلك اللي يدعينا الى تقديم الغالي والنفيس في سبيل احياء امر اهل البيت هو هذا، لانه القضية قضية وجوب، مو قضية حقيقة، مو مشتهاية. So, Alhamdulillah Rabbil Alameen, we've just finished from the poet Thamar Sarraj, head of Mokab Shi'at Ali, and we have reached, you know, we were able to see why he serves Imam Hussein, what pushes him to give time, money and effort in the service of the Imam, and what he finds most important in service of the Imam. Again, what he mentioned was, just in summary, was that media I'lan was the most important thing, because it is what, you know, promotes the message of Imam Hussein. And he said, Zainab, an example, of course, it's all his opinion. He said that Imam Hussein appointed Sayyidah Zainab as, we could say, a sort of head of media for the campaign of Imam Hussein. She took the message of Imam Hussein wherever she went, and she showed it in her speech, in her oppression, and everything. So, you know, it's very good insight into his thoughts and what he thought was the correct method of serving Imam al-Hussein alayhi salam. Inshallah, the next episode we will be heading down to another mawqib not too far from here and taking their opinion also and seeing what they feel the best form of service is and why they serve, inshallah.